يواجه الطلاب في إقليم كردستان العراق وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة منهم تحديات تعترضهم خلال مسيرة تحصيلهم العلمي بسبب غياب التسهيلات المطلوبة لهم. هذه التحديات تفاقمت بعد إغلاق المؤسسات التعليمية على خلفية انتشار وباء كورونا والتحول إلى التعلم عن بعد. وعلى الرغم من كل هذه الظروف الصعبة تفوق محمد وهو طالب كفيف من أربيل وحصل على معدل مرتفع في الثانوية العامة. لم تكن خطوة سهلة على محمد الدراسة من منزله في مدينة أربيل. محمد الذي ولد كفيفا وجب عليه التأقلم مع انعكاسات أزمة جائحة كورونا. أغلقت المدارس أبوابها، لكن أبوابا أخرى فتحت أمامه. تجاوز محمد بجدارة امتحانات الثانوية العامة وكان من الأوائل. في الحقيقة واجهت صعوبات جمة، أمي وأبي ذللوا المصاعب أمامي وكذلك أساتذتي والأصدقاء، إضافة إلى اتحاد المكفوفين. هيأت الأسر لأولادها جوا دراسيا في المنزل. جهد والدي محمد كان مضاعفا لتعويض حالته الخاصة. كان يتابع دروسه بالبيت، واحنا هيئناه للجو مناسب حتى يدرس عن طريق هاي الجهاز. ومن صارت الامتحانات الوزارية دخلت الامتحانات، ومن الحمد لله قدر أن يجيب نتيجة جيدة. قطاعات المؤسسات التعليمية في إقليم كردستان اكتفت بتعطيل المدارس، كما قدمت بعض المنصات دروسا إلكترونية، لكنها لم تناسب جميع الطلاب ومنهم حالة محمد. ما عندنا مدارس خاصة طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي ناقص بصراحة. يعني طلاب هم مختلطين من ضمن سياسة وزارة التربية وسياسة الإقليم، ولازم إحنا بسنة السنوات الجاية إن شاء الله لازم نفكر إنه نراعي خصوصية هذول الطلاب. ألغت مدارس الإقليم العام الدراسي الحالي، تم الاعتماد على نتائج الفصل الأول للنجاح. تستقبل المدارس سنويا طلابها مطلع شهر أيلول سبتمبر، لكن لا خطط حتى الآن للتعامل مع الوضع الخاص الذي فرضته جائحة كورونا. أجبرت جائحة كورونا أكثر من 1.5 مليون طالب في إقليم كردستان العراق إلى الانقطاع عن مدارسهم. اتجه كثير منهم إلى البحث عن بدائل، لكن يبدو أن البدائل المتاحة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة لا زالت قليلة ومحدودة. غسان خضر، العربي، أربيل.